حكم الرد على من يشتم بمثل ما قال يشتم بمثل ما قال، وإن كان جائزا لكن لا تفعل، لأنه قد يسب أباك وأبوك ليس له ذنب، فعفوا فتسب أباه أبوه ليس له ذنب، فننصحك بالتأدب. لكن قال مثلا يا كذا حمار مثلا، تقول له أنت حمار مثلا، ف يعني والأولى العفو وعدم مقابلة السيئة بالسيئة، عدم مقابلة السيئة بالسيئة. ومن الأولى الناس من ذكر لطيفة قال لك يا ابني كذا، قلت أنت ابن 60 كذا، زدت 59 واحد عليه.